حاصلة لأهم أخبار بداية الأسبوع من السويد، أهلا بكم. وزير الهجرة والعدل السويدي مورغان يوهانسون يؤكد أنه يجب التشدد في فرض العقوبات بحق المجرمين ومن يقوم بحيازة السلاح بطريقة غير شرعية. وأضاف يوهانسون في كلمة له أمام حشد من سكان مدينة مالمو الذين اعتصموا اليوم أمام مبنى محافظة مدينتهم تنديدا بحوادث إطلاق النار التي جرت مؤخرا، أنه يجب التأكد من أن تتم محاكمة كل الجناة وأن يوضعوا بالسجن لفترة طويلة، مؤكدا على ضرورة التخلص من الأسلحة وتشديد العقوبة على حائزيها، وليس فقط احتجازهم لبضعة أيام في السجن. الوزير السويدي أكد أيضا على أن العديد من المقترحات بهذا الخصوص سوف ترفع للبرلمان لمناقشتها. رئيس مكتب الاستشارة القانونية لشؤون اللجوء واللاجئين في السويد يقول إن مصلحة الهجرة السويدية تواجه مشكلة كبيرة مع طلبات لجوء الأفغان بسبب نقص عدد المترجمين للغة الداري المتداولة في أفغانستان، وتضطر المصلحة للاستعانة بمترجمين من اللغة الفارسية القريبة من الداري، الأمر الذي تسبب بأخطاء في الترجمة وبالتالي إصدار قرارات قد تكون خاطئة بحق طالبي اللجوء الأفغان. رئيس الحكومة ستيفن لوفين يبدأ زيارة إلى إيران يومي 11 و12 من شهر شباط فبراير المقبل، وذلك بناء على دعوة تلقاها من الرئيس الإيراني حسن روحاني. طبعا رئيس الوزراء سيتحدث خلال الزيارة في قضايا مختلفة تهم البلدين مثل التعاون المشترك بينهما والتجارة والتنمية في مجالات مختلفة. كما سيرافق لوفين في هذه الزيارة وفد من رجال الأعمال مع ممثلي عدد كبير من الشركات السويدية والهيئات الحكومية، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب رئيس الحكومة في السويد. في شأن آخر، مركز إدمان الشباب في العاصمة السويدية ستوكهولم يقول إن تعاطي الهيروين منتشر بشكل واضح خلال العامين الماضيين بين اللاجئين الأطفال غير المصحوبين مع ذويهم. وأضاف أن تعاطي هؤلاء الأطفال للمخدرات لا يتم بشكل تدريجي، بل يلجؤون مباشرة إلى تعاطي المخدرات القوية جدا. ويتلقى مركز الإدمان في ستوكهولم المزيد من الأطفال المتعاطين ومعظمهم من أفغانستان، حيث شهد العام الماضي ارتفاعا كبيرا في نسبتهم. أيضا في هذه النشرة مشاهدين، وفاة امرأة حاملة في غرفة طوارئ أحد المشافي غرب السويد، والسبب عدم تلقيها العناية المناسبة لحالتها جراء النقص في الكادر الطبي وعدم وجود أسرة كافية في المشفى، وفقا للتلفزيون السويدي. وقال التلفزيون في تقرير له إن المرأة الحامل عانت في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي من الصداع المصحوب بالتقيؤ، ونقلت على إثره إلى المستشفى، حيث طلب لها الأطباء هناك الخضوع لتصوير طبقي للدماغ، لكن وبسبب عدم وجود سرير في جناح الأمراض العصبية تأخر الأمر، واضطرت المريضة للبقاء ليلة كاملة في غرفة الطوارئ. ويضيف التقرير أنه خلال تلك الليلة تدهورت حالة المرأة الحامل لدرجة أنه تم نقلها لإجراء جراحة عاجلة لها، ولكن ذلك لم يحل دون وفاتها في غرفة العمليات. في خبرنا الأخير في هذه النشرة، دراسة عالمية جديدة تصنف السويد في المرتبة الثانية بين بلدان الاتحاد الأوروبي والخامسة عالميا من حيث جاذبيتها للمواهب والاحتفاظ بهم. ووفقا للدراسة جاءت سويسرا في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة والمملكة المتحدة ثالثا والولايات المتحدة رابعا. وقد سجل السويديون أرقاما عالية في التصنيفات الستة التي احتوتها هذه الدراسة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.